السلام عليكم. 100,000 دجاجة في اليوم هي الطاقة الإنتاجية للمركب الدواجن الذي راه قيد الإنشاء في ولاية بسكرة، واللي تابع لاستثمار خاص. إذن وهذا المركب يعد واحد من أكبر المركبات في إنتاج الدواجن في إفريقيا، والأكبر على الإطلاق في الجزائر. إذا المرحلة نتاع الإنشاء يعني راهي في طوره الأخير، وإن شاء الله هذا المركب الكبير جدا في إنتاج الدواجن، اللي هي حقيقة فيه يعني دي شان دو برودكسيون نتاع التبريد والتغليف نتاع الدواجن، اللي يعني موجه للمساحات الكبرى. اذا كل هذا الانتاج اللي هام جدا في المنظومة الغذائية نتاع يعني الوطن، سوف يساهم اكيد في تنظيم السوق بصفة عامة. نترككم تتابعون هذا الفيديو بمناسبة زيارة والي ولاية بسكرة لهذا المشروع، والسلام عليكم. هذا هنا الفروه راهو كي كل شيء في صنصير، لازم تحافظ على الشيل ده في الوقت.